نيجي بقى للوصفه اللي بعدها. طيب البرغل، البرغل من الحاجات يا جماعه اللي هو سهل جدا سريع جدا طبعا، يعني قيمته الغذائيه عاليه عاليه عاليه، مليان الياف وحاجات تانية كتير، بيتعمل بسرعه قوي. يعني دول انا حطيت عليهم شويه ميه سخنين ونقعتهم، خلاص اهي عامل زي ايه، فاكرين ايش فاكرين كده الكينوا، هو كده حاجه زي الكينوا سريعه جدا، بس الكينوا لازم تتسلق، البرغل بيتنقع ما بيتسلقش، خلاص اهو. طيب هعمل ايه بقى، هروح حط عليه شويه حاجات تخلي طعمه خطير، اقدر اسيبه في الثلاجه كل ما اكون جعانه، طبعا ده من النشويات الصحيه جدا، كل ما اكون جعانه اخد لي طبق حلو، طبعا ينفع جنب الاكله دي وحاجه على الساقع، مش محتاجه ان انا اشغل فرن. هحتاج 3 كوبايات برغل منقوع في ميه سخنه وبعدين بصفيه، 3 كوبايه زيت زيتون، 5 معالق كبيره صلصه بابريكا، وربع كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه دبس رمان، كوبايه بقدونس مفروم، كوبايه فلفل احمر رومي، كوبايه بصل اخضر مفروم، خيار مكعبات، ورمان طبعا، وللتقديم نعناع ريحان اللي موجود من غير حتى اي حاجه للتقديم، هتبقى برضو حلوه قوي قوي، هي لوحدها هتبقى ملونه تماما. حلاوتها بقى ان انا بحط كل ده على بعضه، برغل على بصي كله 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 على بعضه، يمكن الحاجه اللي بسيبها على جنب هي الرمان علشان ازين بيها، غير كده كل حاجه على بعضها. هنزل هنا ايه اهو، عندي البرغل، برغل من الحاجات يا جماعه اللي هتوها زيها زي الفريك، صحيه جدا جدا ويمشي معانا في حاجات كتير، وده البرغل اللي احيانا بحطه في الكفته، وده البرغل اللي بنحطه في وصفات تانية، وده اللي بنعمل منه التبوله اهو. يا ام شنوده عامله ايه يا حبيبتي، ازيك عامله ايه، وحشاني كتير. وانتي يا حبيبتي وحشاني، اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ما تغيبش علينا كده بقى. حاضر حاضر. ايوه ما تغيبش علينا. حبايبي ربنا يخليكوا ليا، والله ما تحرمش ابدا منكم ولا من محبتكم الغاليه دي. ولا منك يا شيخ. حبيبتي ربنا يخليكوا ويديكوا الصحه. ربنا يحميك يا رب كده ويوفقك دايما يا رب. حبيبتي وازيك وازي حبايبك. حبيبتي حبيبتي. قولي لي الجو عندك عامل ايه، برد ولا حر ولا ايه؟ يعني كده وكده. النهارده قايمين كلنا حرانين. ايوه ايوه. صح؟ بس بالليل بيبقى برد يا شيخ. بس هو عايزه اقول لك الوقت، يعني يا ريت يكمل الشتاء كله كده. يا ريت. اللي هو الله، يعني عارفه اللي هو نص مشتي ونص مصيف. ايوه. جو. ما بحبش الشتاء قوي يعني عشان البرد. كلنا بصراحه يعني، بس يعني. بس اهو كاس وداير، هنعمل ايه؟ كلنا أيوة. لازم ندوق الشتاء والصيف والربيع والخريف. بتدخلي أيوة. مع حد بقى، عارفه انت خناقه الصيف والشتاء؟ نعم. خناقه الصيف والشتاء، يا بيا اللي بتحبوا الشتاء او جالكوا الشتاء، والناس تقول يا بتوع التلزيق والحر أيوة والصيف. ايوه ايوه. بقعد اضحك على الناس دي قوي. انا بحب الصيف مهما يكون حر بس بيبقى حلو، الشتاء ما بيبقى برد قوي، بتعب في رجليا الواحد عندي حساسيه في الجيوب الانفيه فبتتعبني قوي. حبيبتي الف سلامه عليكي. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يديك الصحة يا رب. حبيبتي حبيبتي ولا اتحرم منك ابدا، ولا ويخليك لينا وربنا ما يحرمنا منك يا حبيبتي يا غاليه، والله ربنا يخليك ما تحرمش منك ابدا ابدا. بحبك جدا، دايما سامع صوتك بكل خير. انا بحبك بحبك صدقيني، ما مش قادره اوصف لك، انا بحبك بحبك حبيبتي. بحبك ربنا يخليك. غالية عليا قوي انت، غالية عليا قوي. وانت يا حبيبتي من القلب للقلب كلكم، ربنا يعلم ربنا يعلم يا حبيبتي، ربنا يخليك ما تحرمش منك ابدا. بجد يا جماعه انا لما بشوف حد منكم انا ببقى بتهيالي سعيده اكتر منه. ان الحد اللي بيسلم عليا ده، فانا ودايما بقول ان انا حاسه ان انا في عليا دين ليكو او مديونه ليكو، وكتير لما بشوفكو ببقى حاسه كده ان انا عايزه احسسكو ان انتوا قد ايه يا جماعه، انتوا سبب كبير قوي 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 في بركه في حياتي كلها، مش هقول بركه بس في التلفزيون ولا لا لا، انا مسنوده بدعواتكو.
فكتير قوي بحس كده ان انا ليه في دين، عايزه اعمل لكم حاجه مش عارفه هي ايه، يعني في دين عليا ليكم، في دين في رقبتي ليكم بجد. فيا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، والحب اللي احنا ما بيننا ده يا رب يكبر ويزيد. يا حاجه ناديه، ايه المكالمات الحلوه دي يا جماعه؟ يا حاجه ناديه عامله ايه؟ وحشاني. انت يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك وصحتك؟ بخير يا حبيبتي، طول ما انت كويسه وبصحه يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يا اما مسنوده بدعواتكم، لازم اكون بخير. ربنا يخليكي وما يحرمناش منك وتفضلي كده منوره بيوتنا يا حبيبتي. يا رب يا رب يا رب، دخلها بكل الحب يا رب. عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله احنا في نعمه يا حبيبتي، في حبيبتي. نعمه الحمد لله طبعا، الحمد لله. يا رب دايما يا حبيبتي في نعمه كده وزي الفل. احكي لي عامله اكل ايه النهارده؟ انا النهارده عامله مكرونه وعامله فراخ. الله عليك. حطها في الصينيه في الفرن. الله عليكي بقى، الله عليكي. انت كنت عاملاها الجميله، تسلم ايديكي وعينيكي. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي ويديك الصحه. ربنا تسلم ايديكي يا حبيبتي. ما يحرمناش منك ابدا، ولا كل اللي من عاملين في القناه والاستاذه رنا، ربنا يكرمها ويسعدها. ابدا ابدا يا حبيبتي، كلهم بيسلموا عليكي، وكلنا هنا بجد بنحترمك جدا يا حاجه ناديه، وبنقدرك ونستنى مكالمتك انت وكل حبايبنا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وتفضلي كده في عينينا وفي قلبنا امين. واللي بيحبوا ربنا بيحبب فيه الناس كلها يا حبيبتي. بس انا مش عايزه غير كده، انا بس مش عايزه غير المحبه، يعني لو رصيدي في الدنيا كلها هو محبتكم، انا مش عايزه حاجه تانية. ويسعدك عيالك يا رب وتشوفوهم في احسن حال. بدعواتكم بدعواتكم ربنا يخليكي، وما تحرمش منك ابدا ابدا يا حبيبتي، ويطمنا عليكي دايما وعلى صحتك وعلى كل حبايبك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ويكفيكي شر المرض يا حبيبتي. حبيبتي انا وانت يا رب وكل اللي بيسمعنا. نورتيني يا حاجه ناديه، ودايما كده سامعين صوتك ومتباركين بدعواتك وكلامك الحلو حقيقي، ربنا يخليكوا لينا. الريحين بتاع الجيران. لا ليه بتاع الجيران؟ عشان بقول لكم عندنا في المكان اللي انا قاعده فيه مش بتاع الجيران ومش بتاع حد، يعني زارعين ريحان في مدخل العماره. فانا بقى لما بكون عايزه اعمل وصفه بالريحان، يا اما اروح واخده قطف وانا طالعه، يا اما انزل الولاد ايه يقطفوا لي، بس طبعا بالعقل بقى. العقل ليه؟ لازم نقطفه من هنا، ما نقطفوش بايدينا بكده بمقص او اي حاجه، ونروح واخدينه من الحته دي علشان ينمو تاني. من الحاجات اللي بتنمو بسرعه بترعرع تاني بسرعه هي ويقل النعناع. فعشان كده بقول لكم نقدم بقى بالريحان، وسهل جدا ان احنا زي ما قلت لكم ان احنا نزرعه في البيت. عايزه اقول لكم السلطه دي خطيره، تحفه، قيمتها الغذائيه عاليه جدا. رمان، دبس رمان، طب قولوا معايا برغل، خطيره حلوه جدا جدا، وتتقدم على طول نطلعها من الثلاجه. ده النشويات للناس اللي عايزه تاكل نشويات صحيه جدا جدا جدا. طيب عندي هنا كفته الفراخ بالكوسه، خطيره هتعجبكم قوي. دي كانت وصفات النهارده. نروح لفاصل بقى ونرجع نتكلم عن الموضوع اللي تقريبا كلنا بنشتكي منه، وهي امراض القولون، مع دكتور اسماء هشام اللي هتنورنا بعد الفاصل. استنونا.